21 سنة. كنا في سهرية عملتها الجامعة في أوتيل. تخافش مش مشيت. لازم تقابل طبيب. إيش عامل؟ يعرض في قسم نظرة ما في مهرجان كان السينمائي فيلم على كف عفريت للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. قصة الفيلم تستند إلى حادثة حقيقية عندما تعرضت فتاة للاغتصاب على يد اثنين من أفراد الأمن في تونس. معنا مخرجة الفيلم كوثر بن هنية. كوثر بن هنية، أهلا بك في سينما بديلة. أهلا بك. يعني من المعروف أنك تختارين أحداثا حقيقية تقع في تونس ومن خلالها تقومين بالوقوف على الأوضاع في تونس بشكل عام. لماذا اخترت تلك الحادثة تحديدا؟ هو اولا لانه الحادثة مستني وحسيت اللي هي عندها قوة ورمزية تتجاوز حتى تونس. معناه يعني الهدف نتاعي استندت للحادثة اللي صارت والاقتباس منها كان حر للغاية، والهدف اني نعمل فيلم يتجاوز الحدود التونسية. والفيلم نتاعي انا نتصور ممكن يصير في اي بلاد، حتى في البلدان ديمقراطية العريقة وكل، لأنه دائما ثم تجاوزات. فأول حاجة جذبتني في الحكاية هذه هي شجاعة البنت، برغم كل ما حدث لها في هذه الليلة استطاعت أن تتجاوز، معناها بطريقة شجاعة أنها توصل للأخير، أنها تطالب حقها في تتبعهم عدليا. فهذا الجزء الأول. وثانيا لأنه فيلم على العدالة، معنى العدالة في الوقت الراهن بالنسبة لحادثة كيف من هاك. رمشي روح بدل حوايجك، عملتوش رتح روحك. رح كرسونك حطوني. لازمك تكمل حكايتك، مش تستنى في حقك. يعني عنوان الفيلم يعني يقول الكثير على كف عفريت، وهي عبارة مأخوذة من الفيلم عندما يقول ممثل الحكومة أو الشرطة تونس على كف عفريت. ولكن هل يمكن أن ينسحب ذلك أيضاً على وضعية المرأة حالياً؟ هل وضعيتها أيضاً على كف عفريت إنجاز التعبير؟ هي المنطقة متاعنا كلها على كف عفريت، معنى الأحداث معنى تصير بنسق سريع ونسق لا يمكن تقريباً التنبؤ به. والشخصية الرئيسية متاعي كذلك في الفيلم على كف عفريت تقريباً، مثل الأوضاع اللي عايشين فيها الكل. وبالفعل هي عبارة في حوار الفيلم، فارتقيت أنه الوضعية هذه المتقلبة والمليئة بالمفاجآت ممكن تكون عنوان للفيلم. ولكن الفيلم أيضا لم يظهر أو لم يقل حتى في النهاية بأن تم تحقيق العدالة وحصل الجناة على أكثر من 10 سنوات حكم بالسجن. لماذا لم تذكري ذلك؟ لأن يعني الجمهور تعاطف مع هذه الشخصية، وخصوصا أنه يعرف أن القصة حقيقية، فلماذا لم يعني تشفي غليلهم؟ هو لأنه أنا اللي يهمني الشخصية الرئيسية متاعي بأي كيفية وبأي طريقة خرجت من نفق المظلم. هو الفيلم كله أحداثه ليلية في الليل، وآخر مشهد في الصبح تخرج لمواجهة ما ينتظرها. فبالنسبة لي النهاية هذه وحدها كافية للمواصلة. بعد اللي يحب يبحث على الحادثة الحقيقية، وأنا مثل ما فسرت لك من في البداية الفيلم ماهوش مطابق أحداثه للحادثة الحقيقية، كانت نقطة بداية. فمعني تقريبا بالنسبة لي النهاية كانت صحيحة راديكالية شوية لكنها مفتوحة في نفس الوقت، وفي إمكانك أنك تحط عليها أي تصور ممكن لما بعد الفيلم. وذلك ايضا يؤكد على يعني انسانيه الموضوع اكثر من محليته. بالضبط. الفيلم قسم إلى مقاطع وتم ترقيمها، يعني ما السبب في ذلك؟ ربما قد يجد البعض أن في ذلك يعني انقطاع لانسيابية الأحداث. هو الفيلم متكون من 9 مشاهد وكل مشهد هو مشهد متواصل يعني من غير مونتاج. فبالنسبة لي كان مهم للغاية أني نكون في الزمن الحقيقي
نتاع الأحداث في كل مشهد، وكل مشهد هو يعبر على مرحلة من الليلة هذية. ف وبين مشهد كل مشهد ومشهد فما أسود مرقم، لكن الهدف نتاعي إنه الجمهور يتصور شنو هي الأحداث اللي صارت قبل وبعد كل كل مشهد. فهذه خيارات أنا ارتقيت أنها مناسبة لحكاية الفيلم. هل تعتقدين أن المرحلة القادمة في تونس يعني سنشهد فيها جدل حول فكرة السلطة ومن بيده السلطة؟ هو جدل متواصل معناه في تونس، هذا جدل يومي نعيشه في تونس. معناه تونس ديمقراطية ناشئة في طور التكوين، فهذا حوار مفتوح معناه شبه يومي. كوثر بن هنية، شكرا جزيلا. شكرا.